شيخ الشيخ الحين بعض العمليات الانتحارية التي في فلسطين تنظمها حركة حماس، هذه بعض العلماء أفتى بجوازها في مرض. نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثن شيئا، بل هو عام. ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود بحماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثم إنه يتضمن ضررا على الآخرين، لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد، بل يقتل به أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل 10 أو 20 أو 30 يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود. وقول من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد في الواقع، لأن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا. ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة، حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فإن قصة البراء ما فيها هلاك 100%، ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة.